السلام عليكم. انا عايز اتكلم على الخبر بتاع المنحه اللي حطيته الصبح قبل الصلاه بخصوص المنحه اللي في سيدني بتاعه البرين ستيميليشن. انا يمكن لما رجعت من المؤتمر بتاع برشلونه في شهر مارس كلمتكم عن مجال البرين ستيميليشن وازاي ان الفيلد ده هو يعتبر اوبورتيونيتي للدكاتره النفسيين في العالم كله، لان هو يعني فيلد لسه ناشئ يعتبر وملوش جمهور كتير وملوش احباب كتير، ومشكلته ان هو طبعا ما بتدعموش شركات ادويه زي الادويه الجديده لما بيطلع مثلا حقنه لونج اكتنج زي الريسبريدون، واحده كل شهر، واحده مش عارف كل 6 اسابيع، واحده كل 3 شهور. الصناعه الدوائيه بتدعم بقوه الادويه وبتزق وراه جدا، وللاسف يعني في دكاتره كتير متاثرين بالاتجاه دوت. يعني لو قلنا تعال احضر محاضرة عن اللونج اكتنج اليبوبرازول ولا مش عارف اللونج اكتنج مثلا اولانزابين اللي بيتاخد كل شهر ولا كل شهرين ولا كل 3 شهور في فندق، هتلاقي الدكاترة كلها تيجي. لو قلنا للدكاترة تعال احضر محاضرة مثلا عن الاي سي تي او عن التي ام اس او التي دي سي اس وازاي بنستخدمه في السايكاتري، يعني محدش بيهتم كتير. فانا بس عايز اقوله ده فيلد يعني لسه ناشئ، سهل تلاقوا لكم في مكان، سهل تحط رجلك فيه. الفيلد دوت هيغير الطب النفسي كله افكارنا، زي ما كان مفروض الناس اللي تعمقت في الاي سي تي طبعا فاهمه كده ان الاي سي تي بيغير فكرتك عن الامراض النفسيه. انت عندك دواء بيشتغل انتي مانيك وانتي ديبريسنت وانتي سايكوتيك وانتي سوسايدال والارتنج افكت، وبيشتغل على الديسكاينيزيا، فاكيد الدواء ده شغال على حته احنا مش عارفينها. فكل الافكار بقى القديمه بتاعت سيروتونين دوبامين كلها افكار طبعا اكتزائيه ومختزله ولا تصلح للتفسير، بما يعني ان الادويه كلها اصلا بتشتغل بطريقه اختزاليه وبطريقه جزئيه. فبالتالي هتتغير فكرتك مع البرين ستيميليشن عن الامراض النفسيه، ان انت بتتعامل مع سيركتس وبتتعامل مع نتوركس، والنتوركس ديت العلاقات بينها متشابكه جدا. يعني مثلا الدي ال بي اف سي اللي على الناحيه الشمال ديت لما بتعمل لها ستيميليشن بتحسن الدبريشن، لما بتعمل لها انهبيشن بتحسن الهالوسينيشن. طب ازاي؟ ما حدش فاهم، هل هي دي المقصوده ولا دي مجرد ويندو لاماكن تانية في البرين بتشتغل عليها؟ نفس القصه في الادكشن، البحث اللي انا كنت عملته في ناس شغاله عليها في الكوكين ستيميليشن، ناس شغاله عليها في حاجات تانية انهبيشن. فالموضوع بتاع البرين ستيميليشن دوت اصلا هيغير السايكوباثولوجي كله، لانه هو هيخليك تكتشف ان انت بتشتغل على نتوركس، وبتشتغل بطريقه يعني مالتي مودال زي ما بيقولوا، او بيسموها الدي ام ان الديفولت مود نتورك. انت بتشوف الديفولت مود نتورك بتاعت كل فانكشن ايه بتشتغل عليها. في دي ام ان مثلا للفير، في دي ام ان مثلا للاتنشن، في دي ام ان مثلا مثلا سنس اوف اتاتشمنت والبوندنج. يعني اذا احنا هنطلع من الاريا المتخلفه بتاعت ان الدواء ده بيعلي مش عارف السيروتونين والدواء ده خلاص، يعني ده هيبطل. انا مش هقول طبعا ادويه وحشه وليها دورها طبعا، واحنا في الاخر دكاتره وما بنعرفش نستخدم غير ادويه مفروض يعني، وانا دايما بكلمكم في موضوع السيفتي بتاعت الادويه. ولكن انا عايز احمس زمايلي في مصر، خشوا في مجال البرين ستيميليشن، يعني بطلوا بقى الاريا بتاعت الادويه. والادويه اصلا بقى لها 30 سنه ما قدمتش جديد. احنا بقى لنا يعني ايه الدواء اللي نازل جديد فيه فكره جديده؟ ما فيش. كل الانتي سايكوتيك نازله بنفس الفكره، كل الانتي ديبريسنت نازله بنفس الفكره، مفيش حاجه طلعت جديده يمكن غير موضوع الكيتامين طبعا، وبرضك عشان كده ما حدش مهتم بيه. وطبعا دخل دكاتره التخدير وسبقونا فيه في كل العالم. عندنا كيتامين كلينكس مالي امريكا، كيتامين كلينكس في الصين، في اوروبا، في حتت كتير من العالم. لما رحنا اخر مؤتمر في برشلونه شفنا ازاي بيعملوا كيتامين اي سي تي، كيتامين تي دي سي اس. ويمكن المنحه اللي انا حطيتها النهارده بتتكلم في كده، هتتكلم على الكيتامين. واللي عارف الدكتوره لو انا قابلتها يمكن مرتين، اتكلمت معاها كان اخر مره في برشلونه، وقفت معاها يعني فتره اتكلمت لان هي يعني تعرفني شخصيا يعني. فهي مهتمه قوي بموضوع التي دي سي اس طبعا، وليها ابحاث كتير في التي دي اس مع الدبريشن، ويمكن الابحاث بتاعتها من اهم الابحاث ان بتثبت الدور بتاع التي دي اس مع الدبريشن، لان هو تكنيك رخيصه طبعا، هو تكنيك رخيصه جدا. وحاليا هم مهتمين بالكيتامين مع
مع السايكاتريك ديس اوردر والدبريشن عموما يعني. فبس ده انا عايز اقوله، اهتموا يا جماعه بالموضوع دوت، والله العظيم اهتموا بالموضوع ده، سهل ومش صعب ومحتاج اهتمام ولينا فرص فيه. اللي عايز يقدم في المنحه دي يخش يعرف التفاصيل، هي مجرد بعتت لنا الايميل عرفتنا الموضوع. انا شخصيا ما عنديش تفاصيل المنحه، ولكن اللي اقدر اساعد لو حد عايز مني خطاب تزكيه انا اعرفها شخصيا واقدر يعني اكتب له خطاب تزكيه، بس يكون حد طبعا ليه خبره في البرين ستيميليشن، حتى لو خبره اكاديميه يعني. انا مش هقدر ارشح حد يكون هو راح يتعلم المنحه، مش اللي انت راح تتعلم المنحه، انت راح تشارك في بحث وهي اسمها بي اتش دي، يعني معناه ان انت عندك خلفيه وراح تشارك في بحث مع مجموعه وهكذا يعني. تمام. المجال دوت مجال مهم، مجال واعد، المؤتمر بتاعه بيتعمل كل سنه بتاع الايسن في امريكا مع الاي بي اي، والمؤتمر التاني بتاع برين ستيميليشن كل سنتين، السنه 2019 هيبقى في فانكوفر في كندا، الايسن السنه الجايه هيبقى في نيويورك. احنا باذن الله ناويين نروح ونشارك. اللي عايز يجهز الابحاث قويه من دلوقتي يجهزها في الاي سي تي، تي دي سي اس، في تي ام اس، في كل انواع البرين ستيميليشن النون انفيسيف. طبعا طبعا التي دي اس خلاص حتى بقى موضه قديمه دلوقتي، اتطورت حاجات في تي اس اي اس وتي ار ان اس، وبقى في حاجه اسمها اتش دي تي دي سي اس، وحتى تي ام اس نفسه انا يمكن من اكتر من شهر، من شهر ونص حطيت لكم اللي ان اي اتش في امريكا عامله 12 ويبينار فري، ودي حاجه مش سهله للامريكان هيهتموا عايزين يدعموا تي ام اس، لان هم ما صدقوا وخدوا فيه الابروفال بتاع الاف دي اي في الدبريشن وفي الجراحه بتاعت الاطفال اللي هو البري سيرجيكال مابينج في الابليبسي، هم دول اللي واخدين ابروفال، وفي ناس خدت ابروفال في المايجرين، الجهاز اللي نزل بيتمسك على الرقبه، وفي ناس خدت ابروفال في الالزهايمر. فهم بيدعموا الموضوع، عاملين 12 وبنار فري، عدى منهم اتنين. انا ما اعرفش انت حضرت ولا لا، وانا حاطط لكم الكلام دوت من اكتر من شهر، دوروا عليه، اكتبوا المالتي مودال تي ام اس. فالموضوع فيه اهتمام من العالم، الحكومات دلوقتي بدات تدعم اهو، في منحه في استراليا، الحكومه ال ان اي اتش بتصرف في امريكا في شهر 9 اللي فات عملت 3 ويبينارز على التي دي سي اس، بس عملوا 3 ويبينار على التي دي سي اس. تمام. دلوقتي عاملين 12 ويبينار على التي ام اس، يعني بيصرفوا فلوس ويجيبوا ناس وعاملينه فري. انت ممكن تدفع فلوس اصلا في حته ثانيه عشان تسمع الكلام ده، عشان تسمع الناس دي بتتكلم. فاهتموا مجال البرين ستيميليشن، وبالاخص طبعا نون انفيسيف برين ستيميليشن، احنا مش جراحين، مش هنركب دي بي اس ولا هنركب في ان اس ولا بنركب اي جهاز، احنا بنشتغل نون انفيسيف. المجال دوت هيغير فكرتك عن السك باثولوجي، عن الدي ام ان، هيفهمك اللي انت تشتغل مالتي مودل، ازاي تخرج من فكره الادويه اللي بتشتغل على حاجه معينه او كده. وطبعا كمان في ايرا تانية شغاله، موضوع الاونلاين تاسكينج اللي هو مع السايكوثيرابي او المايندفولنس، والمايندفولنس بعد التي دي سي اس او المايندفولنس بعد التي ام اس، يعني كمان السايكوثيرابي داخل معانا على الخط. فخدوا الخطوه يا جماعه وخشوا في الايريا اللي جايه. اللي عايز يقدم للمنحه دي توكل على الله، انا ما عنديش تفاصيلها، بس اي منحه طبعا بتبقى كل شروطها موجوده على المواقع وعلى النت، ويعني ربنا يوفقكم. انا بس عايز اقول اهتموا بمجال النون انفيسيف برين ستيميليشن، بطلوا بقى الاريا القديمه بتاعت الدكاتره اللي بتعقدنا من كل حاجه، وان اهم حاجه الادويه يعني خلاص الكلام ده يعني ما بقاش كده. وربنا يوفقكم ان شاء الله، اشوفكم على خير. انا قريب كنت هنزل لكم بالكلام عن الليثيوم، بس انا جاي من نبطشيه ما كانتش حلوه خالص، فيعني افوق شويه كده، وان شاء الله اكلمكم عن الليثيوم يعني. شكرا، كل سنه وانتم طيبين.